تعود حيثية القضية بناء على معلومة واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بني معوش، مفادها وجود مستودع بقرية الجابية بلدية بني معوش بداخله كمية من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لا يحوز صاحبه على أي فواتير أو سجل تجاري. على الفور وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد الوصول تبين أن المستودع ملك لشخص يبلغ من العمر 49 سنة ينحدر من ولاية بجاية. تم معاينة بداخل المستودع وجود كمية معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع على غرار بقولياته المتمثلة في قنطارين و50 كيلوغرام من مادة العدس، 9 قناطير و20 كيلوغرام من مادة السكر، قنطار و25 كيلوغرام من مادة الحمص، 25 كيلوغرام من مادة اللوبيا، قنطارين و25 كيلوغرام من سميد غير صالح للاستهلاك البشري، 710 لتر من مادة زيت المائدة، 20 كيلوغرام من مادة القهوة، بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية منتهيات الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري. كما تم معاينة وجود مادة زيت الزيتون معبأة داخل صهاريج بلاستيكية غير صحية تخص مواد كيميائية تقدر سعتها ب 1300 لتر من زيت الزيتون.